يحكى قديما أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقها، ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس. مر أول رجل وكان تاجرا في البلدة فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقدا من وضعها، فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعا صوته قائلا: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف نعاقب من وضعها. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء فقام بما فعله التاجر، لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد. ثم مر ثلاثة أصدقاء من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي. ثم انصرفوا إلى بيوتهم ومر يومان حتى جاء فلاح فقير ورآها فلم يتكلم، وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها طالبا المساعدة من المارة. فتشجع آخرون وساعدوها فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق. وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقا حفر له مساحة تحت الأرض، فأخرج هذا الصندوق وفتحه. كان هناك قطع من الذهب ورسالة كتب فيها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها. انظروا حولكم وشاهدوا كم مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو توقفنا عن الشكوى وبدأنا بالحل. فلنكف عن الشكوى ونبدأ العمل. لا تشكو من حياتك، اصنعها بنفسك. تأكد أن تعليقك واشتراكك بالقناة وتفعيلك زر الجرس هو دافع لاستمرارنا وتقدمنا.